السلام عليكم، كيف ما كتشوفوا فيديو اليوم على السبكتروسكوبي انفراروج. هذا فقط واحد الجزء من بزاف الاجزاء اللي غادي ندير. علاش؟ لحقاش هذا الكور شويه معقد، فانا قررت نقسمه لبزاف ديال لي بارتي. غادي نبداو ان شاء الله بشويه بشويه، باش في الاخير لوبجيكتيف ديالنا هو من نشوفوا واحد لو سبكتر انفراروج، يعني دينا ساهله دغيا ناناليزيو. غير فقط نبهكم انه من الاحسن تبعوا الفيديوهات بشكل متسلسل، باش لحقاش المعلومه اللي غادي نقولها في هذا الفيديو ما غنعاودهاش في فيديو اخرى. على بركه الله نبداو. لا سبكتروسكوبي انفراروج هي واحد لا تكنيك اللي كتستعمل في التعرف على لي كومبوزيشنيك، المركبات الكيميائيه، اولا باش نحددوا واحد لا كومبوزيسيون ديال واحد لي شونتيو. وكيفما كتعرفوا بان لا لوميير او الضوء كيتكون من 3 ريجيون فيزيبل اللي كنشوفو هنايا، لانفراروج يعني تحت الأشعة تحت الحمراء، والالتخافي يعني أشعة فوق البنفسجية. بالنسبة للأشعة تحت الحمراء يعني لو غايونمون انفراروج، هما واحد الأشعة كهرومغناطيسية، دي غايونمون الكترومغناطيسي اللي ما كنقدروش نشوفوهم بالعين المجردة. بالنسبة للأشعة الكهرومغناطيسية هي كتنتمي للطيف الكهرومغناطيسي أو السبكتر الكترومغناطيسي. هاد لو سبيكتر كيميز كل أشعة بواحد الترددات، يعني دي فريكونس وطول موجة، يعني لي لونغور دوند، بمعنى أن حتى لو غايونمون انفراغوج غيكون كيتميز بواحد الترددات وطول الموجة. لو غايونمون انفراغوج كيتقسم لتلاتة لي غيجيون، لو بروش انفراغوج، لو مويان انفراغوج، و لو لوانتان انفراغوج، يعني القريب المتوسط والبعيد. وكل واحد كيتميز بواحد لي لونغور دوند كيف ما كيتمثلوا هنايا بالميكرومتر، ولكن غالبا كنتعاملوا بواحد لا نوسيون ديال لو نومبر دوند اللي كنرمزوا ليها بنيو بار. هاد نيو بار عندها علاقه بلا لونغور دوند لامدا، وهي واحد على لا لونغور دوند كتعطينا نيو بار، كتعطينا لو نومبر دوند. مثلا الى خدينا 0.8 وحولناها من الميكرومتر للسنتيمتر ودرنا الانفيرس، يعني 1 على 0.8 غادي يعطينا هاد لي فالور اللي هنايا. المهم علاش كنقولوا بروش مويان لوانتان، هو فقط بالمقارنه مع لو فيزيبل، يعني شحال هو قريب من لو فيزيبل، يعني لونغور دون ديال فيزيبل، وشحال هو بعيد منه. كيف ما كتشوفوا هنا هذا هو لو سبيكتر انفراروج. في لابسيس كنستعملوا لو نومبر دوند كيف ما قلت لكم سنتيمتر موان زيرو، وغتلاحظوا باننا خدمنا من 4000 تقريبا حتى 1000، يعني خدمنا في المويان، وهذا دائما هذا هو لو دومين اللي كنخدموا به، اللي هو اللي كيعطينا المعلومات المهمه بالنسبه لواحد الكومبوزي. وفي لابسيس في لوردوني باردون كاين لا ترانسميتونس كتكون بالبورسنتاج. اشنا هي لا ترانسميتونس؟ هي شحال كدوز تاع لا لوميير من واحد الكومبوزي، يعني شحال كيدوز، يعني شحال كيتمتص. وهادو كيتسموا دي بوند دابسوربسيون، هادو لي بوند. كيفاش كنحصلوا على هاد لي بوند؟ كيف ما كتعرفوا بان لا موليكول كتكون من ذرات، يعني لي زاتوم، هما مرتبطين بعضياتهم دي ليزون شيميك. وفي الحقيقه هاد لي ليزون شيميك هما اللي كيمتصوا الاشعه تحت الحمراء، بالمقابل كتحول هاد الطاقه الى طاقه حركيه، يعني لي ليزون كيبداو كيتحركوا سواء دون اون روتاسيون ولا اون فيبراسيون على حسب لي نيفو دينيرجي. وهاد الشيء هو اللي كيعطينا هاد لي بوند دابسوربسيون. غادي نعطيكم مثال ديال لي موليكول دي اتوم، يعني كيتكونوا فقط من جوج لي اتوم، وبالتالي كيتكونوا من ليزون وحده. يعني عند امتصاص الاشعه تحت الحمراء لي غايونمون انفراروج، هاد لا ليزون اش غادي يوقع ليها؟ غتمتص الاشعه وخاصها تبدا تتحرك، ولكن عندها اون سول بوسيبيليتي باش تحرك اللي هي ليتيرمون، يعني بحال كتجبد، يعني كتيره. داكشي علاش كنمثلوا الروابط الكيميائيه غالبا بدي غوسور. لي موليكول بلو كومبلكس اشنو هما؟ كيتكونوا من بزاف ديال لي زاتوم، يعني عندنا بزاف ديال لي ليزون. لي فيبراسيون غيكونوا بطبيعه الحال مختلفين، كيتسموا لي مود دو فيبراسيون. هاد لي مود دو فيبراسيون كينقسموا لجوج المجموعات، لي فيبراسيون دي لونغاسيون، لي فيبراسيون دو ديفورماسيون. ولكن شحال غادي نعرفوا شحال العدد ديال لي فيبراسيون اللي عندنا في لي موليكول؟ كاين ما يسمى بلو نومبر دو مود دو فيبراسيون. هاد لو نومبر دو مود كي il dépend لو نومبر دو ديغري دو ليبرتي، يعني لو نومبر داتوم اللي كنرمزو ليه بان
اللي كيكون واحد لا موليكول. قبل ما نحسبوا هذا لو نومبر دو مود دو فيبراسيون، اجي نتعرفوا على كل تيب ديال لي فيبراسيون. مثلا لي فيبراسيون دي لونغاسيون، انا درت لكم هاد الرسم التوضيحي اللي كيمثل لي لونغاسيون سيميتريك، يعني في نفس الاتجاه، لي تيرمون في نفس الاتجاه، ولي لونغاسيون انتي سيميتريك. بالنسبه لي فيبراسيون دو ديفورماسيون، عندنا اربعه الانواع، كاينين لي فيبراسيون دون لو بلون ولي فيبراسيون اور دو بلون. هاد الانواع غالبا ما كنسموش كل وحده بالاسم ديالها، وانما كنقولوا عندنا دي فيبراسيون دو ديفورماسيون، بما ان لونغل يعني الزاويه ما بين لي اتوم كتغير، فانها اون فيبراسيون دو ديفورماسيون. نكتفيو بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش نحسبوا لو نومبر دو مود دو فيبراسيون. خليكم معنا، كيف ما قلت لكم تبعوا هاد لي فيديو بالترتيب باش ان شاء الله في الاخر تفهموا لا سبيكتروسكوبي انفراروج. يلا نتلاقاو في الفيديو الجايه، الله يعاونكم. السلام عليكم، ورجعت معكم في الفيديو الثاني من لا سبيكتروسكوبي انفراروج. اللي باقي ما شافش لا فيديو الاولى يشوفها باش يقدر يتبع معايا، وتابوناو باش يوصلكم لي فيديو جداد. المهم هضرنا قبل على انواع ديال لي مود دو فيبراسيون عند لي موليكول بولي اتوميك، وفي هاد لا فيديو غنشوفو كيفاش يمكن لينا نحسبو العدد ديال لي فيبراسيون عند اون موليكول. غنبداو بلي موليكول دو جيومتري لينيير، يعني الجزيئات الخطيه، وغادي نستعملو هاد لا فورمول اللي هي 3 فوا ان موان 5. ان هو لو نومبر دي اتوم دون لا موليكول، يعني العدد ديال الذرات في واحد الجزيئه. نعطيكم مثال، جزيئه ثنائي الكربون وهي جزيئه خطيه. السؤال الان، سي اوني غادي سيت موليكول افيك ان غايونمون انفراروج، يعني الا رسمنا اشعه تحت حمراء لهاد الجزيئه، شحال من مود دو فيبراسيون غينتج على هاد العمليه؟ سهله، غنطبقوا هاد العلاقه وغادي نحسبوا. ولكن باش غادي نعوضوا ان، ان هو عدد الذرات في الجزيئه، يعني واحد جوج ثلاثه، ان كتساوي ثلاثه، وغادي نحسبوا غادي يعطينا 4 مود دو فيبراسيون. مزيان، عرفنا لو نومبر دو مود دو فيبراسيون، غيبقى لينا دابا نعرفوا اش من تيب ديال لي فيبراسيون عندنا. دائما كنبداو بلي فيبراسيون دي لونغاسيون اللي فيهم دو تيب، لي لونغاسيون سيميتريك ولي لونغاسيون اسيميتريك ولا انتي سيميتريك. غيبقاو لنا دو فيبراسيون اللي غادي يكونوا بالضروره هما دي فيبراسيون دو ديفورماسيون، سوا دون لو بلون سوا اور بلون. هذا رسم توضيحي باش نفهمو اكثر. بالنسبه للرسم الاول هو اون ايلونغاسيون سيميتريك، والثاني سي اون ايلونغاسيون اسيميتريك، والثالث بما ان عندنا تغير في الزاويه اذا سي اون ديفورماسيون، اون فيبراسيون دو ديفورماسيون. غتقولوا لي دابا بما اننا عندنا اربعه لي مود دو فيبراسيون، يعني خاصه تبان عندنا 4 بوند دابسوربسيون في لو سبيكتر انفراروج. الجواب هو لا، غادي يبانو عندنا فقط 2 بوند. علاش؟ بالنسبه للونغاسيون سيميتريك، الجزيئه كتبقى دائما سيميتريك بالنسبه للاكس دو سيميتري اللي كيتمثل في ذره الكربون، لهذا فان لو مومون ديبولير غادي يكون دائما تساوي صفر. يعني الا ما كانش تغيير في لو مومون ديبولير ما غتبانش لينا لا بوند، واخا تكون عندنا هاد لا فيبراسيون، وغادي نسميوها اون بوند انكتيف دون لانفراروج. بار كونتر l'élongation dans le cas de l'élongation asymétrique la molécule va perdre la symétrie d'elle ou بالتالي غتكون عندنا une création d'un moment dipolaire. هذا كيعني ان غتبان عندنا une bande. هاد la bande غنسميوها une bande active dans le spectre infrarouge. هادشي اللي قلنا غادي يعطينا فكره على les deux modes de vibration اللي بقاو لينا. بما ان الجزيئه كيف ما قلنا symétrique par rapport à l'axe axial اللي كيتمثل في ذره الكربون، يعني la déformation ديال الزاويه سواء دون لو بلون ولا اور دو بلون غادي يكون ستريكتومون ايدونتيك، بحال بحال. يعني لي دو بوند دابسوربسيون غيكون عندهم نفس التردد، بما ان عندهم نفس التردد يعني غيكون عندهم نفس لو نومبر دوند. هاد الظاهره كنسميوها ان دوبلومون ديجينيري، وغادي يكون عندنا فقط دو بوند. المهم بهذا المثال غنخرجوا بواحد لا كونكلوزيون اللي هي مهمه. اشنا هي؟ اون فيبراسيون موليكولير ما كتمثل لينا في اون بوند دابسوربسيون في لو سبيكتر انفراروج الا وخاصها تعطينا اون موديفيكاسيون ديال لو مومون ديبولير. نشوفوا دابا الا ما كانتش الجزيئه خطيه، ما كانتش نون لينيير، غادي نستعملوا هاد العلاقه اللي غيتبدل فيها
هاد العدد كان عندنا قبل ناقص 5 دابا عندنا ناقص 6 وان غادي يبقى دائما هو لو نومبر دي اتوم دون لا موليكول. ناخذ واحد المثال واللي هو جزيئه الماء. بنفس الطريقه غادي نحسبوا لو نومبر دو مود دو فيبراسيون اللي غادي يعطينا 3 مود دو فيبراسيون. كيف ما قلت غادي نبداو دائما بلي فيبراسيون دي لونغاسيون، اون الونغاسيون اسيمتريك، اون لونغاسيون سيمتريك، وغتبقى لينا اون فيبراسيون دو ديفورماسيون. لي زيماج انيمي اللي كيبانو ليكم هنايا كيمثلوا لي 3 مود دو فيبراسيون. في هذه الحاله ديال جزيئه الماء لي 3 فيبراسيون غيعطيونا 3 بوند دابسوربسيون في لو سبيكتر انفراروج. كيف ما كتلاحظوا فان ميم لي لونغاسيون سيمتريك يل كري واحد لو مومون ديبولير، لي لونغاسيون اسيمتريك ميم شوز، اي لا فيبراسيون دو ديفورماسيون يل كري ان مومون ديبولير. يعني on va voir les trois bandes d'absorption sur le spectre infrarouge. مهم غالبا الجزيئات الغير الخطيه يعني نون لينير كيطبق عليهم هذه القضيه هذه. المهم اكتفيوا بهذا القدر في هذا لا فيديو، كنتمنى انكم تتبعوني في لي فيديو بروشين باش نقدروا نفهموا لو كور ديال السبكتروسكوبي انفراروج. ما تنساوش انكم تابوناو معايا في لاشين باش يوصلكم لي فيديو جداد. السلام عليكم. رجعنا درس اخر او فيديو جديد من سلسله دروس السبكتروسكوبي انفراروج. كنتمنى ان الناس جداد اللي على عاد شافوا لاشين يتابوناو باش يوصلوهم لفيديو جداد ويرجعوا يشوفوا لي فيديو القدام باش يقدروا يتبعوا معايا في هاد لا فيديو. الوغ شفنا في الفيديو اللي قبل ان اشعه تحت الحمراء او لو غايونمون انفراروج يل بروفوك دي فيبراسيون، يعني يحدث دي فيبراسيون ديالاش ديال الروابط الكيميائيه. من بين هاد لي فيبراسيون اللي شفنا كاينين لي فيبراسيون دي لونغاسيون مثلا تمديد او الاستطاله باللغه العربيه، ولهذا السبب كنا مثلناهم بلو موديل دان غوسور. اعتبروا معايا شويه في هذا الفيديو، غتبعوا معايا حتى الاخير باش تعرفون علاش، باش تعرفني علاش باش باغا نوصل. غادي نذكركم بالفيزياء الكلاسيكيه اللي درسنا فيها هذه الحاله. درسنا الحاله ديال واحد الجسم عنده كتله ام اتاشي ان ميغ باغ ان غوسور، مشدود لواحد الحائط بان غوسور. الى فهمنا هذا المثال غادي نفهموا بسهوله اشنو كيوقع الانيزون مثلا اللي رابطه ما بين ذره الكربون وذره الهيدروجين. الى مددنا هذا لو غوسور يعني سي اون نيتير سو غوسور اشنو غادي يوقع؟ هذا الجسم اللي عنده الكتله ام غادي يتحول من هذه لابوزيسيون لهذه البوزيسيون، ولو غوسور غادي يتمدد بواحد لا ديستانس دلتا اكس. نفس الشيء غادي يوقع بالنسبه لليزون اونتر لو كربون و الهيدروجين. الى طلقنا هذا الجسم الى عاود طلقناه شنو غادي يوقع ليه؟ غير خصو يرجع لسا بوزيسيون ديكيليبر. من بعد ما غايدير بزاف لي زوسيلاسيون كنسموهم لي زوسيلاسيون، يعني غيتارجح ما بين هنا وهنا وهنا عاد غيرجع لا بوزيسيون ديكيليبر. لا فورس اللي كتنتج على هذه العمليه كنسميوها اون فورس دو رابيل، دي لا فورمول ديالها هي هادي. لو سين موان كيعبر على المنحه ديال لا فورس، و اكس هي هاد المسافه، و ك ما يسمى بلا كونستانت دو ريدور دو غوسور. لا ريدور كتعني بالعربيه الصلابه، يعني الا كان لا فالور ديال ك كبيره هادشي كيعني بان لو غوسور الي ريجيد، و الا كانت لا فالور ديالها صغيره كتعني بان لو غوسور الي سوبل. وكذلك غنسقطوا هذا الامر على هاد لا ليزون ما بين الكربون والهيدروجين. يعني الا كانت لا فالور دو كا ديال هاد لا ليزون كبيره يعني هادي سي اون ليزون فورت، الا كانت لا فالور ديالها صغيره يعني سي اون ليزون فيبل. هاد العلاقه الا طبقنا قانون نيوتن الثاني على الكتله شنو غادي يعطينا؟ عطينا ام فوا لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون il va nous donner la dérivée seconde ديال على لا بوزيسيون لي غادي تعطينا هاد ليكواسيون. يعني بلا ما ندخلو في التفاصيل ديال اون ديمونستراسيون ماتيماتيك غادي نلقاو واحد العلاقه اللي هي مهمه جدا واللي هي لا فريكونس كتساوي هادشي. لا فريكونس ديال اش؟ لا فريكونس او التردد ديال لي زوسيلاسيون دو غوسور، يعني التردد ديال التارجح ديال هاد لو غوسور باغ سكوند. داكشي علاش يونيت ديال لا فريكونس هي سكوند موان 1
اولا اللي كنسميوها الهرتز. اجي نشوفو دابا نطبقو نفس الشيء بحال اللي شفنا قبل. مثلا الا كانت ك يعني لا كونستانت دو رودور كبيره، لا فالور ديالها كبيره، هادشي كيعني بان التردد ديال لي زوسيلاسيون او التردد ديال هاد لا ليزون غادي يكبر. باغ كونطخ الا كانت مثلا لا ماس ديال هاد الجسم كبيره، فان لا فريكونس غادي تكون قليله، وهادشي لوجيك. مثلا الا كان هاد الجسم ثقيل بزاف، يعني التردد ديال التارجح ديالو هنا وهنا غادي يكون بواحد الوتيره ضعيفه. وكذلك بالنسبه الشيء نفس الشيء كينطبق على لا ليزون مثلا ما بين الكربون والهيدروجين. المهم ندوزو لواحد الحاجه مهمه خصنا نشوفوها، وهي شنو؟ الا كانت هاد الجسم عنده واحد الكتله ام، يعني اون ماس ام، ولكن في الحقيقه حنا كنهضروا على واحد لا ليزون اللي كتجمع ما بين واحد الذره اللي عندها ماس ام واحد والذره الثانيه عندها ماس ام دو. غتقول لي كيفاش غادي نديرو؟ تا غنحسبو هنا، غادي نعوضوا هاد ام بما يسمى بلا ماس ريدويت. ولكن شنو هي لا ماس ريدويت وكيفاش غادي نحسبوها؟ سهله جدا، هي لا ماس ام ام 1 فوا ام 2 على المجموع ديالهم. نعطيكم مثال باش تفهموا مزيان. مثلا هنا عندنا لا ليزون اللي كتجمع ما بين الكربون والهيدروجين، باش غنعوضو ام 1 باش نعوضو ام 2. ام 1 مثلا ديال الكربون هي لا ماس مولير ديال الكربون اللي هي معروفه اللي هي 12، و ام 2 هي لا ماس مولير ديال الهيدروجين اللي هي واحد. يعني الضرب ديال 12 فوا واحد على المجموع ديالهم غيعطينا هاد لا فالور. كيف ما شفتوا هنا عطيتكم مثالين مختلفين، ولكن لا ماس ريدويت هي لا ميم. هادشي كيعني بان نوع ديال الرابطه ما كيأثرش على لا ماس ريدويت. هادو دي فورمول اوتيل غادي ينفعونا في لي فيديو الجايين. كيف ما كتشوفوا هنا لو نومبر دوند اللي هو اللي كنخدموا به في لابسيس ديال لو سبيكتر انفراروج، هضرنا عليه قبل، كيساوي واحد على لا لونغور دوند. وهاد العلاقه الا جمعنا هاد العلاقه مع هاد العلاقه تعطينا هاد العلاقه اللي هي مهمه، اللي هي لو نومبر دوند كيساوي لا فريكونس على السي. شنو هي السي؟ هي سرعه الضوء في لو فيد، لا فيتاس دو لوميير دون لو فيد اللي هي معروفه. يعني الا رجعنا للعلاقه ديالنا اللي هي لا فريكونس كتساوي هادشي، ورجعنا للعلاقه اللي لقينا دابا اللي هي لو نومبر دوند كيساوي هادشي، شنو غادي يعطينا؟ غيعطينا بان لو نومبر دوند عنده علاقه بلا كونستانت دو ريدور اي لا ماس ريدويت. وهذا الشيء اللي محتاجينه. علاش؟ لان الا كانت لا كونستانت دو ريدور ديال واحد لا ليزون كبيره، فان لو نومبر دوند ديالها غيكون كبير، وبالتالي غنعرفوا بان هذيك لا ليزون موجوده مثلا في هاد لي فالور اللي كبار. الا كانت مثلا لا كونستانت دو ريدور ديال واحد لا ليزون صغيره، يعني لو نومبر دوند ديالها غيكون صغير، وبالتالي غنعرفوا اوتوماتيكمون انها موجوده مثلا هنايا. ونفس الشيء بالنسبه لماس ريدويت، الا كانوا مثلا هذوك الذرات اللي كيكونوا هذيك لا ليزون تقال، فان لو نومبر دون ديالها غادي يكون صغير، يعني غادي نلقاو هنا، والعكس صحيح. المهم نكتفيو بهذا القدر في هذا الفيديو، كنتمنى انني ما نكونش خربقتكم بزاف وتبعتوا معايا. نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي نهضروا فيه على كيفاش غادي نعرفوا مثلا لي جروب فونكسيونيل في لو سبيكتر، كيفاش غادي نقسموا لي جروب فونكسيونيل في لو سبيكتر، كيفاش غادي ناناليزيو ان سبيكتر. المهم كنتمنوا انكم تابوناو في لاشين باش تشجعوني شويه، ونتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله. يلا الله يعاونكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على السبيكتروسكوبي انفراروج. الفيديو اللي قبل هضرنا فيه على الروابط الكيميائيه وكيفاش نوصل لو نومبر دوند ديال كل رابطه كيميائيه باش نعرف فين بوزيسيونيها في السبيكتر انفراروج. هذا الفيديو هي مهمه جدا، غتسهل علينا بزاف لاناليز ديال لو سبيكتر انفراروج الى عرفنا لو نومبر دوند. في الفيديو اللي قبل تعرفنا على هاد العلاقه، ولكن ما شفناش لي زونيتي ديال كل بارامتر. هنا لو سيستيم دينيتي اللي غنستعملو كيتسمى بالسي جي اس، هو مختلف على لو سيستيم دينيتي انترناسيونال. علاش؟ هنا لحقاش الطول كنخدمو بالسنتيمتر، في الكتله كنخدمو بالجرام، وفي الوقت كنخدمو بالسكوند. دو بارامتر اللي معروفين عندنا هنا هو لو نومبر دوند، هضرنا عليه قبل، لونيت ديالي هي سنتيمتر موان زان، سي لا فيتاس دو لوميير، لونيت ديالها هي سنتيمتر باغ سكوند. غتبقى لينا لا ماس ريدويت. لا ماس ريدويت كيفاش حسبناها قبل؟ حسبناها بلي ماس مولير، يعني اوتوماتيكمون لونيت ديالها غتكون بالغرام
بار مول، ولكن حنا قلنا في هذا لو سيستيم خصو يكون عندنا الغرام، ما خصناش يكون عندنا المول. ساهله يعني نقسمو على نومبر دو فوغادرو، وغيمشي المول مع المول، وغتبقى لينا هاد العدد كامل غيكون بالغرام. بالنسبه لكونستون دو غيدور لونيت ديالها كتسمى لو داين بار سنتيمتر. الى بينا نسامبليفيو هاد لا غولاسيون، عندنا سي معروفه، بي معروفه، لو نومبر دافوغادرو معروف، يعني غتعطينا هاد لا فورمول سامبليفي 4.12 فوا الجذر ديال كا على مو. غير فقط للاشاره، بما ان هنا لو نومبر دافوغادرو داخل هنا في هاد العدد، يعني مو عادي غادي تكون غادي نستعملو لو غرام بار مول. اجي نشوفو هنا ربعه ديال لي زيكزومبل باش نفهمو مزيان. الرابطة الأولى سي اون ليزون سامبل ما بين لو كربون و الهيدروجين. إلا حسبنا لا ماس ريدويت، إلا حسبنا لا ماس ريدويت اللي لحقاش معروفة، لا ماس مولير ديال سي هي 12 ولا ماس مولير ديال اش هي واحد، يعني 12 في واحد على المجموع ديالهم غتعطينا هاد لا فالور. بالنسبة لكونستون دو غيدور هي معروفة، يعني نقدروا نلقاوها سيغ انترنيت. لا كونستون دو غيدور ديال اون ليزون سامبل كيف ما بيكونوا مثلا هاد الدراس ليزون سامبل هي 5 فوا 10 اس 5 داين بار سنتيمتر. الا طبقنا هاد العلاقه لو نومبر دوند غيعطينا هو 3032 سنتيمتر موانز. نفس الشيء غادي نديرو بالنسبه لهاد الامثله اللي بقاو. لا كونز لا ماس ريدويت ديال سي او هي هاد لا فالور. اون ليزون سامبل لا كونستون دي ريدر ديالها تبقى نفسها، هي 5 فوا 10 اس 5 داين بار سنتيمتر. الا طبقنا العلاقه غتعطينا هاد لا فالور. بالنسبه هنايا عندنا سي سي لا ماس ريدويت هي هادي، ولكن بالنسبه لا كونستون دي ريدر غتكون مختلفه على لا ليزون سامبل. هنا كيعتبروا بان لا ليزون دوبل هي اقوى من لا ليزون سامبل جوج المرات، داكشي علاش كا غتكون كتساوي 10 فوا 10 اس 5 داين بار سنتيمتر. الا حسبنا غادي نلقاو هاد لا فالور. بالنسبه هنايا نفس الشيء لا ماس ريدويت غتكون نفسها، علاش؟ لحقاش هنا نفس الذرات، ولكن لا كونستانت دو ريدور غتكون مختلفه، لحقاش كنعتبروا بان لا كونستانت دو ريدور ديال اون ليزون تريبل هي ثلاثه المرات لا كونستانت دو ريدور ديال اون ليزون سامبل، يعني غتكون عندنا مثلا 15 فوا 10 اس 5 داين بار سنتيمتر. وطبيعة الحال غنطبقوا نفس العلاقه تعطينا لو نومبر دوند هو هذا. اجي نشوفوا دابا كيفاش غادي نقص نفرقوا هادشي ولا نبوزيسيونيو على ان سبيكتر انفراوج. نبداو بلا فيبراسيون ديال لا ليزون سي اش، غادي نبوزيسيونيها في لو نومبر دوند اللي حسبنا قبيله اللي تقريبا غادي يكون هنا 3032 تقريبا هنايا، ما بين 3200 تقريبا حتى 2200 غادي نلقاو لي ليزون لا لي فيبراسيون سي اش بالضبط صغر من 3000، يعني ما بين 2200 و 3000 غادي نلقاو لي كاربون ايبريدي اس بي 3. انا ما عرفتش واش زعما كلكم عارفين هاد القضيه ديال ليبريداسيون ديال لاتوم كربون. الا ما كنتوش عارفينها خليو ليا لي كومونتير لتحت باش ندير اون فيديو هكا على السريع نشرح لكم ليبريداسيون ديال الكربون. ما بين 3200 تقريبا حتى 3000 كتكون عندنا لو كربون ايبريدي اس بي 2 والكربون ايبريدي اس بي، يعني اون جينيرال ما بين 3200 حتى 2800 كيكون عندنا لي فيبراسيون سي اش. ما بين 3200 حتى 4000 كتكون عندنا لا فيبراسيون ديال لا ليزون او اش و لا فيبراسيون ديال لي ليزون ان اش ديال لي زامين. يعني هاد لا ريجيون نقدروا نسميوها لا ريجيون ديال لي ليزون اش هيترو اتوم. هيترو اتوم يعني من غير اش، بحال اش سي اش او اي اش ان. ندوزو دابا نبوزيسيونيو سي او، حسبناها تقريبا 1100 غادي نحطوها هنايا. ما بين 1100 حتى 1500 غالبا كنلقاو لي ليزون سي سي اي سي ان، ما بين 1100 حتى 600 تقريبا كنلقاو لي ليزون سي اي اكس هما لي هالوجين لو كلور البروم فيور اليود. يعني هاد لا ريجيون نقدروا نسموها لا ريجيون ديال لي ليزون سامبل.
نبوزيسيونيو لا فالور اللي لقينا بالنسبه للسي دوبليزون سي تقريبا هنايا ما بين 1500 ل 1800 كنلقاو اون دوبليزون سي او اون دوبليزون سي ان. نقدروا نسميو هاد لا ريجيون بلا ريجيون ديال لي ليزون دوبل. اجي نحطو لا فالور اللي لقينا بالنسبه للسي سي تريبل ليزون تقريبا هنا وتقريبا ما بين 1300 حتى 2050 كنلقاو سي دوبليزون ان. يعني اون جينيرال نسميو بان هاد لا ريجيون ديال لي ليزون تريبل. المهم كنتمنى انكم فهمتوا شويه كيفاش عملنا لو نومبر دوند اللي حسبنا بهذيك العلاقه باش قدرنا نبوزيسيونيو شاك تيب دو ليزون في لو سبيكتر انفراروج. المهم هاد لي ريزولتا اللي لقينا دابا هما اللي غادي نخدم بهم لي فيديو الجايين وغادي نديرهم سو فورم ديال دي زيكزارسيس. كنتمنى انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم جديد. يلا الله يعاونكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيلكوز استوس بور ميو اناليزي ان سبيكتر انفراروج. هذا سي ان سبيكتر انفراروج. عندنا في لي زوردوني عندنا لا ترانسميتونس بالبورسونتاج في لي زابسيس كيف ما كنقولوا دائما عندنا لو نومبر دوند سنتيمتر موان زان. دائما باش تبداو تاناليزيو ان سبيكتر انفراروج خاصنا نقسموه لدو زون. لا بروميير زون غتكون قل من 1500 ولا دوزيام زون كبر من 1500. هاد لا زون اللي قل من 1500 كنسموها لا زون دومبرينت ديجيتال. علاش لومبرينت؟ هما البصمات. يعني كل انسان مثلا كيتفرق على الانسان الاخر بالبصمات ديالو. يعني ماشي ما كتلقاوش نفس الاشخاص عندهم بصمات. داكشي علاش هنا هاد لا زون كل كومبوزي شيميك كيتميز بهاد لا زون على الكومبوزي الاخر. يعني ممكنش تلقى مثلا دو كومبوزي ديفيرون عندهم نفس لي بوند دابسوربسيون في هاد لا زون. باغ كونتر في لا زون الثانيه اللي كنسميوها لا زون دو دياغنوستيك هي اللي كنلقاو فيها اغلب ديال المعلومات اللي كتوصلنا لي غروبمون مثلا فونكسيونيل في واحد لو كومبوزي شيميك. غالبا لي بوند دابسوربسيون هنايا كيكونوا ديال لي بوند دو فيبراسيون دو ديفورماسيون. وفي la zone de diagnostic كنلقاو لي بوند دو فيبراسيون ديلونغاسيون اولا ديال الونجمون. غادي نعطيكم واحد المثال بسرعه. هذا سي ان سبيكتر انفراروج ديال واحد اوكتين اللي هذه هي لا فورمول ديفلوبي ديالو. كيف ما قلنا نقسمو بعدا لو سبيكتر على جوج لي زون. غنديروا هنا واحد الخط فيغ 1500. يعني هنا عندنا اولا هنا عندنا لا زون دو دياغنوستيك وهنا عندنا لا زون دومبرينت. يعني هاد لي بوند هنايا كيهمو فقط اولا كيميزو فقط هاد لو كومبوزي. الى مثلا شفنا هاد لا ليزون سامبل ما بين اش سي هاد لي فيبراسيون اش سي كيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل غادي نلقاوهم ما بين تقريبا 1800 و 3200 او 3300 مثلا. بالفعل هنايا هاد لا بوند هي اللي كتمثل لا فيبراسيون ديال هاد لا ليزون سي اش. تشوفوا مثلا لا فيبراسيون ديال اون ليزون تريبل سي سي. شفنا في الفيديو اللي قبل بان تقريبا في هاد لا ريجيون كنلقاو لي ليزون تريبل. بالفعل فيغ 2100 سنتيمتر موان زان كنلقاو لا بوند دابسوربسيون ديال هاد لا ليزون تريبل. المهم هذا كان فقط فيديو سريع دغيا باش نقول لكم هذه المعلومه. تبعوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نديروا دي زيكزارسيس وكنتمنى انكم تابوناو معنا في لاشين. شكرا على المتابعه. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم غادي نكمل معكم سلسله ديال دروس لا سبيكتروسكوبي انفراروج. غادي نستعمل مصطلحات ومعلومات اللي شرحتهم قبل في الاجزاء اللي قبل. يعني كنصحكم باش تقدروا تتبعوا معايا مزيان في الدرس ديال اليوم انكم ترجعوا تشوفوا الاجزاء اللي قبل وتتبعوا معايا مزيان. شفنا في الفيديوهات اللي قبل كيفاش كنحسبوا القيمه التقريبيه او لا فالور ابروكسيماتيف ديال لو نومبر دوند دو بليزيور ليزون شيميك ومثلتهم هنايا يعني بطريقه بسيطه في ان سبيكتر
infrarouge. Dans la vidéo, غادي نركزوا بالضبط على لي كومبوزي هيدروكاربور. لي كومبوزي هيدروكاربور هما اللي فيهم روابط سي اتش. حسبنا قبل بان لا فالور ابروكسيماتيف ديال الرابطه سي اتش هي تقريبا 3100 سنتيمتر موانز، ولكن هاد لا فالور كتقدر تتراوح ما بين 3200 او 3300 الى 2800. علاش عندنا هاد الانترفال كامل بالنسبه لنفس لا ليزون؟ هاد الشيء راجع الى لو دوغري ديبريداسيون ديال ذره الكربون اللي عندها 3 او 3 دوغري ديبريداسيون. لو بروميير دوغري ديبريداسيون سي لو دوغري ديبريداسيون اس بي 3، لو دوزيام سي اس بي 2، لو تروازيام سي اس بي. الرابطه الكيميائيه اللي امبليكيه في لو دوغري ديبريداسيون اس بي ديال الكربون كتكون بلو فورت كو لي زوتر، يعني هاد الرابطه الكيميائيه اقوى من هذه وهذه اقوى من هذه. اشنو كتعني ان رابطه كيميائيه قويه؟ اون ليزون شيميك فورت. اون ليزون شيميك فورت سينيفي كو سا كونستانت دو ريدور كبيره، يعني لا كونستانت دو ريدور ك لا فالور ديالها كبيره. وشنو كيعني ان لا فالور ديال ك كبيره؟ كيعني ان لو نومبر دوند كبير. علاش؟ لحقاش لو نومبر دوند هو مرتبط بك، هادشي شرحناه في الفيديوهات اللي قبل. يعني هادشي كيعني اننا غادي نلقاو هاد الرابطه الكيميائيه في دي فالور دو نومبر دوند اكبر من هاد الرابطه الكيميائيه واكبر من هنايا. غالبا كنلقاو سي اش او لا سي اس بي 3 اش اصغر من 3000 سنتيمتر موزع، يعني ما بين 3000 و 1800. بالنسبه للرابطه الكيميائيه سي اس بي اش كنلقاوها غالبا في لي نومبر دوند كبار فيغ 3200 و 3300، والرابطه الكيميائيه سي اس بي 2 اش كنلقاوها ما بيناتهم، يعني ما بين 3050 و 3100. باش نشرح لكم اكثر ونبسط لكم اكثر نعطيكم امثله. ناخذ امثله ديال دو لا فامي دي زالكان، مثلا لو ديكان. كيف ما قلت لكم باش تانتربريتيو مزيان ان سبيكتر انفراروج دائما كتقسمو على دو زون، هادشي اللي شفناه قبل. يعني لا زون الاولى كتكون اصغر من 1500 واللي هي لا زون دومبرانت، ولا زون الثانيه هي لا زون دو دياغنوستيك اكبر من 1500. لا زون دو دياغنوستيك حتى عندنا هنا واحد لا بوند دابسوربسيون انتونس اللي هي هادي تقريبا اصغر من 3000 وما بين 2900 حتى 2800. يعني عندنا الكان وعندنا دي عندنا دي ليزون شيميك سي اش، يعني بالضروره سي سون دي فيبراسيون دي لونغاسيون سي اش. نعطيو بلوس دو ديتاي. هادي سي اون فيبراسيون دي لونغاسيون اسيميتريك اي لي بلو فورت، يعني كتبان اكثر من لا فيبراسيون سيميتريك. بما اننا عندنا هنايا ان كومبوزي سامبل يعني بسيط، نقدروا ناناليزيو هاد لا زون. لحقاش كيما قلت لكم قبل بان لانتربريتاسيون ديال لا زون دونترينت هو صعيب شويه، ولكن هنا ما عندناش بزاف لي بوند، نقدروا نديروا اون انتربريتاسيون تري فاسيل. مثلا هاد لي بوند دابسوربسيون كي سون بلوز او موان انتونس، يعني هنا وهنا غالبا سي سون دي فيبراسيون دو ديفورماسيون ديال سي اش، وبالضبط سون دي فيبراسيون دو ديفورماسيون دون لو بلون. هنا عندنا اون اوتر بوند كي اي اسي فيبل و يل كوريسبون ا اون فيبراسيون دو ديفورماسيون ديال سي اش ولكن اور دو بلون. اجي نشوفو مثال اخر باش نفهمو اكثر. نشوفو دو لا فامي دي زالسين، يعني عندنا ان تريبل ليزون كربون كربون. كيف ما قلت لكم دائما نبداو نقسمو لو سبيكتر لدو زون، اكبر من 500 واقل من 500. في لا زون دو دياغنوستيك عندنا دو بوند تري انتونس. نبداو بلا بوند اللي شفناها قبل اللي هي هادي، يعني تقريبا جات سونتري ا 2900. هاد لا بوند بالضروره بما انها اصغر من 3000 فهي il correspond à une vibration d'élongation ديال CSP3H اللي هما هاد لي ليزون. عندنا هنايا اون بوند دابسوربسيون فين و اسي او لي انتونس فريمون انتونس. بما اننا قلنا
ان لو كربون عنده 3 دغري ديبريداسيون. حيدنا لنا الهبريداسيون الاولى، اشنو بقات لنا؟ بقات لنا هبريداسيون اس بي 2 هبريداسيون اس بي. Vers 3300, il va correspondre la liaison CH où le carbone FIH hybridé SP. Nous avons une autre bande, nous pouvons analyser. Maintenant, 2100, la bande qui fait mes chiffres, qui fait nos rythmes comme c'est avec le spectre les liaisons chimiques, c'est une zone via les liaisons triples. Yani, elle correspond à la vibration, la vibration d'élongation d'une liaison triple CC. Il y a un dernier. Je trouve un exemple à de la famille des alcènes. La famille des alcènes, elle a une double liaison carbone-carbone. D'aiman, قسمons le spectre là, juste les zones, on nous donne l'interprétation. On a une bande intense, les صغار من 3000. يعني صافي دابا ولينا كنعرفوا باننا الا عندنا هاد لي بوند هنا صغار من 3000، يعني ما بين 3000 و 2800، فهما بالضروره اون فيبراسيون دي لونغاسيون ديال لو كربون هبريد اس بي 3 اش اللي هما هادو. هنا عندنا اون بوند moyenne d'intensité ou une bande faible vers 3050. شفنا قبل في لي زالسين يعني vers 3300 لقينا une vibration d'élongation ديال لو كربون هبريد SP H باش كانت عندنا triple liaison. هنا عندنا une double liaison يعني بالضروره هادو ce sont des vibrations d'élongation ديال لو كربون هبريد SP2 H. عندنا une bande vers 1140 ou l'arrière sur le spectre les fihom ga les nombres de nombre d'ondes ديال les liaisons chimiques. تلقاو هنا بان هذه c'est une zone ديال les liaisons doubles. يعني هذه c'est la vibration d'élongation ديال le carbone double liaison CC. شوفو مثال اخر ديال des hydrocarbures aromatique. Hadou li chfna qbel c'est non aromatique ou la kanqoulou lihom aliphatique. Hna nchoufou mithal akhor ala les hydrocarbures aromatiques, le toluène. Choufou le toluène. Adna hnaya une bande li hiya moyennement intense ou vers يعني قل من 3000. اشنو عندنا قل من 3000؟ بالضروره عندنا une vibration d'élongation CSP3 يعني كربون هبريد SP3H اللي هي اللي كوريسبون هادي و لوتر فيبراسيون لوتر بوند فير 3050 كيف ما شفنا قبل يعني اللي كوريسبون une vibration d'élongation ديال لو كربون هبريد SP2H واللي هما هادو. Je vais vous dire que vers 1100 et 1450, nous avons vu que la zone est les liaisons doubles. C'est une liaison double CC ou dans un cycle aromatique. Je vais vous dire que vous avez vu que vous avez vu que une liaison double CC est vers 1650 يعني ما بين كبر من 1600، ولكن دائما في لو سيكل دائما اللي كان عندكم بحال هذا لو سيكل لي ليزون دوبل سي سي غادي يكونوا ما بين 1600 وفايتين شويه قل من 1500، يعني ما بين 1600 و 1450. وين كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا لا فيديو. نشوفكم في الفيديو الجايين عندنا دي زيكزامبل اخرين او دي زيكزارسيس اخرين. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين الى عجبكم هاد الدروس اللي كندير، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. يلا الله يعاونكم. السلام عليكم. كنتمنى ان هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الدرس تاع اليوم كنتمنى انكم نفكركم بلا سيتوياسيون اللي كيعيشها العالم وكيعيشها البلد ديالنا في هذه المدة هذه. لذلك الإخوان خليكم في الدار،
خليكم في الدار، وبما ان هذه القناة هي خاصة قناة ديال التعليم، فانا كنقول لكم خليكم في الدار وقراو شوية. كنتمنى ان جميع الناس يكونوا واعيين بالخطر ديال هاد المرض اللي كاين، وانهم ما يغامروش ويبداو يسافروا ويتنقلوا من هنا لهنا، ولا يديروا تجمعات مع العائلة. المهم كنتمنى انكم تبقاو في الدار، وبقاو في الدار وقراو شوية. نبداو الفيديو على بركة الله. غنبداو une autre partie à la spectroscopie infrarouge, ou on va faire l'analyse d'un spectre infrarouge des composés alcooliens, les furons, le groupe OH. La série le cours. Les vidéos هاد لو سبيكتر انفراروج اللي جامع تقريبا جميع لي جروب فونكسيونيل اللي كيسهلوا لينا كيفاش اون فوا اناليزي ان سبيكتر انفراروج. كيف ما قلت لكم غادي اليوم غادي نركزوا على لي كومبوزي الكول، ولا على لي فونكسيون او اش، يعني بالضبط غنركزوا على هاد المنطقه او هاد لا ريجيون في لو سبيكتر اللي هي تقريبا، يعني كنقول لكم دي فالور ابروكسيماتيف ما بين 3200 تقريبا حتى 3600. فكتبقى هاد لا ريجيون هادي ديال لي كومبوزي اميد نشوفوها من بعد ان شاء الله. كيفاش غادي يكون هاد الدرس ديوما؟ غادي ندير لكم عباره عن تمارين، غادي ناخذ لكم دي كومبوزي اللي كيمثلوا بزاف لي كومبوزي اخرين، وغادي نديروا فيهم تمارين باش تسقطوا عليهم تمارين اخرين. نبداو بالتمرين الاول او ليكزامبل الاول اللي هو ديال لو هيكزانول لي لو سبيكتر انفراروج ديالو هو هذا، ونبداو بالاناليز دو سبيكتر. كيف ما قلت لكم دائما في الفيديو اللي قبل، ملي تبغيو تبداو لاناليز ديال ان سبيكتر كتقسموا لو سبيكتر على دو زون، لا زون ديال لومبرانت و لا زون دياغنوستيك، يعني كتقسموا من 1500. بالنسبه للناس اللي يلاه جداد وبغا يشوفوا هذا الفيديو، كنصحكم انكم تشوفوا الفيديو قدام، لحقاش كنستعمل مصطلحات اللي ديجا شرحتهم في الفيديو اللي قبل. بالنسبه لو بيك اللي كنشوفوه هنايا كي لي انتونس، اللي هو قل من 3000 سنتيمتر موازن تقريبا الى 2800 سنتيمتر موازن. كيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل وفي بزاف الامثله اللي عطيت، هذا كيمثل لي فيبراسيون ديلونغاسيون ديال لي ليزون سي اش، هو بالضبط لو كربون ايفريدي اس بي 3، يعني هاد لي كربون اللي عندنا هنايا. بالنسبه لافون اللي كنشوفوها هنايا لارج، واللي هي ما بين 3500 حتى 2900، فهي كتمثل هاد لا فيبراسيون ديال لا ليزون او اش اللي عندنا هنايا. عندنا واحد لافوند كي انتونس هنا كنشوفوها هنايا، رغم انني قلت لكم بان هاد لا ريجيون الي تري كومبليكي باننا اناليزيوها، ولكن بعض المرات تيكونوا لي كومبوزي هكا سامبل نقدر نعطيكم لاناليز دو فاسون تري فاسيل. بالنسبه لهاد لافوند اللي في 1100 شفناها قبل في لو سبيكتر اللي قبل، انها كتمثل لي لونغ لا فيبراسيون ديال لا ليزون سي او اللي هي عندنا هنايا سي. غنجيو دابا نشرحو بالضبط هاد القضيه ديال لا لارجور ديال لي بيك اللي كتكون كتمثل لي فيبراسيون دي لونغاسيون ديال او اش. غادي نعطيكم جوج لي كومبوزي اللي غنركزو فيهم بالضبط على لا ليزون او اش، لا ليزون ما بين الاكسجين اي اش. غادي نبداو اولا باننا نحطو لي دوبلي نون ليون على الاكسجين. الاكسجين عنده جوج لي دوبلي نون ليون، زائد انكم كتعرفوا بان الاكسجين هو بلوز الكترونيجاتيف كو اش. حتى الالكترونيجاتيفيتي في انا شرحتها في الفيديوهات اللي قبل، كنظن انه هو الفيديو الثالث في القناه، ممكن ترجعوا تشوفوها. كيف ما قلت غنمثلوا الالكترونيجاتيفيتي بالالكترونيجاتيفيتي غولاتيف، اللي هنايا موا بالنسبه للاكسجين، وهنايا بلوس بالنسبه للهيدروجين. مي كيكون عندنا هاد الالكترونيجاتيفيتي ولا هاد لا سيتوياسيون، فغالبا هنا كيتكون لينا لي ليزون هيدروجين، يعني لا ليزون ما بين اش و او. لحقاش الاكسجين كيف ما قلت الي بلوز الكترونيجاتيف، اشنو تيوقع ملي كتكون لينا هاد الرابطه هنايا؟ هاد الرابطه كتضاعف لينا الافيبليس الرابطه
الكوفالنت نقول لكم الاصليه، ولكن نقول لكم زعما الرابطه الاكثر قوه اللي هي ما بين او او اش. هذه سي اون ليزون كوفالنت، سي اون ليزون بلو فورت كو لا ليزون هيدروجين. ولكن الوجود ديال هاد لا ليزون كيضاعف لينا من القوه ديال هاد لا ليزون. وشنو قلنا قبل؟ قلنا بان une liaison faible كتعني ان لا كونستانت دو ريدور ديالها بلو فيبل. ولا كانت لا كونستانت دو ريدور فيبل يعني اننا كنبداو هابطين كنشوفو دي نومبر دوند بلو فيبل، يعني غنهبطو من 3500 فيغ كيف ما كنشوف هنا 2900. فهمنا دابا علاش شفنا ان نفس لا ليزون تقدر تهبط من النومبر دونت كبير النومبر دونت صغير. علاش؟ لحقاش هاد لي ليزون كوفالونت يل سافيبليس ا كوز ديال هاد لي في ديال لا ليزون هيدروجين. ولكن علاش كنلقاوها لارج؟ علاش هاد لا لارجور؟ الا زدنا ان اوتر كومبوزي اللي كاين في لو ميليو، يعني زدنا واحد الكومبوزي نفس الكومبوزي اخر في لو ميليو، غادي تكون بطبيعه الحال واحد الرابطه ثاني هيدروجين هيدروجينيه اخرى. يعني هاد لاتوم ديال اش ولات كتشارك في جوج لي في جوج لي ليزون هيدروجين، بمعنى ان هاد الرابطه كوفالنت ما بين او او اش كتزيد انها كتضعف. بما انها كتزيد كتضعف وهي نفس لو تيب ديال لا ليزون، فاننا غادي نلقاو بزاف ديال لي فالور بالنسبه لنفس لا ليزون او اش. يعني حنا غاديين وهاد لي ليزون هيدروجين كيكثروا، وزائد بما انهم كيكثروا كيضعفوا لينا لي ليزون كوفالونت ما بين او اش، وبالتالي فان لو نومبر دوند ممكن نقولوا انه اصلي ديال هاد او اش كيضعف. يعني غادي نلقاو بزاف ديال لي فالور، وداكشي اللي كنشوفوه هنايا يعني نفس لو تيب ديال لا ليزون اللي هو او اش، ولكن عندنا اون بون تري لارج، يعني مشينا من 3500 حتى 2900. كنتمنى ان يكون الشرح ديالي بسيط لحقاش كنحاول ما امكن ان نبسط باش توصل لكم الفكره. ندوزو دابا لواحد ليكزامبل اخر. خليت لكم هاد ليكزامبل هنايا باش نقارنو مع ليكزامبل الثاني اللي هو ديال بي اش دي. هنا لابريفياسيون ديال هاد لو كومبوزي هي بي اش دي. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا هنا اون بوند لارج اللي قلنا بانها ديال لا ليزون او اش. هنا ما كتبانش لينا هاد لا بوند لارج رغم اننا عندنا لو غرو فونكسيونيل او اش. نبداو اولا بالاناليز ومن بعد نشوف. كيف ما قلت لكم دائما هاد لا بوند هنايا انتونس اللي هي قل من 3000 حتى 2800، فانها كتعود على لي فيبراسيون دي لونغاسيون ديال لو كاربون ايبريدي اس بي 3 اش، واللي هما هادو اللي كنشوفوهم هنا سي سي اش 3 ديال هاد CH3. ندوزو دابا هاد لا بوند كي انتونس فيغ 3600، واللي هي الكوريسبون لا فيبراسيون دي لونغاسيون ديال او اش، واللي هي العكس ديال هاد لا بوند لي لارج. غتقولوا ليا علاش هادي لارج وعلاش هادي بلو فين؟ علاش؟ انا غادي نشرح لكم دابا. كيف ما شفنا نفس المبدا ديال قبيله، بما ان عندنا هنايا اون الكترونيجاتيفيتي بلو فورت بالنسبه للاكسجين، وعندنا هنايا ديجا واحد لاتوم اش، يعني ممكن تكون عندنا واحد لا ليزون هيدروجين. غادي نقول لكم لا، في هذه الحاله ما كايناش. علاش؟ حتى عندنا هاد لي غروبمون هنايا لي غروبمون ميثيل. هاد لي غروبمون ميثيل هما تيلمون فوليمينو، يعني كبار، كيشدوا واحد المساحه كبيره، كيشدوا واحد المساحه كبيره في لاسباس، فبالتالي كيتكري لينا ما يسمى بلونكومبرومون ستيريك. يعني شنو هو بلونكومبرومون ستيريك؟ يعني هاد لي غروب هاد لي غروب موميتيل تيلمون كبار كيشدوا لينا واحد المساحه ما تيخلوش لينا لا موليكول انها تقرب من بعضياتها. هي نفس لا موليكول هاد لو غروبمون كبير وهاد لو غروبمون كبير، يعني الحجم ديالو كبير، يعني كيشد واحد الحجم في لاسباس ما كيخليش باقي ديال الموليكول انهم يقربوا من بعضياتهم، وبالتالي ما غاديش تكون عندنا هنايا واحد لا ليزون هيدروجين. الا ما عندناش اون ليزون هيدروجين فهذا كيعني بان لا ليزون او اش كوفالونت غتبقى فورت، يعني اون فوا با تيتر ما غتضعفش لا بريزونس ديال واحد لا ليزون هيدروجين اخر. داكشي علاش كنشوفو هنايا اون بوند بلو فين العكس على ديال ليكزامبل اللي قبل. اجي نشوفو ان اوتر اكزامبل ونخليو هاد ليكزامبل ديال بي اش تي باش نقارنو بيه. ليكزامبل ديال لاسيد ايزوبوتيريك
L'acide ésobutyrique qui est mise de la bande qui est très très large. Large, très large par rapport à l'exemple Loul ou par rapport à l'exemple. عندنا لي فالور ما بين 3500 حتى 2500 لان هاد لي ليزون هيدروجين هنايا فانهم ساهلين انهم ما يكونوا بالنسبه لهاد لا مولكول لحقاش هاد لا مولكول صغيره ما يكونش عندنا ان انكومبرومون ستيريك يعني ما كاينش شي غروبمون اللي هو كبير غيحبس لينا لي مولكول في لو ميليو انهم يقربوا من بعضياتهم يعني الا جبنا غير دوتر كاتر مثلا كاتر مولكول ديال لاسيد ايزوبوتريك اخرين فان غادي يكون عندنا بزاف ديال لي ليزون هيدروجين وبزاف ديال لي جون لي ليزون هيدروجين اشنو كيعنيو كيعنيو ان لا ليزون او اش اللي هي كوفالونت غادي تضعف بزاف الا كان عندنا ليزون une liaison faible de OH, une constante de raideur faible, ou des valeurs de nombre d'ondes qui sont très faibles. Donc, chez l'éche, nous avons une valeur de 2500. Nous avons le pic de le groupement, ou la, pardon, les vibrations d'élongation CH. L'arcache, il fait des liaisons CH, ou bien nous avons une هنا كيبان لكم الحده ديال لا لارجور ديال هاد ديال هاد لا بوند تيلمون اي لي لارج انها غطات على لا بوند كاركتيرستيك ديال لي لونغاسيون دو فيبر لي فيبراسيون دي لونغاسيون ديال لو كا لا ليزون كربون اش ولكن هي راها كاينه يعني ماشي ما كايناش راها كاينه غير هي غطات عليها عندنا عاوتاني لي ليزون دوبل سي او غادي نلقاوهم le spectre vers 1700 هادشي راه شفناه قبل المهم هنا كنكملوا الفيديو على لي كومبوزي الكول ولا نتعرفوا على لو غروبمون فونكسيونيل او اش ان سبيكتر انفراروج غادي نكمل لكم كلكو زيكزامبل كلكو زيكزرسيس في لي ان شاء الله في لي فيديو بروشين كنتمنى انكم يكون عجبكم لا فيديو و تبارطاجيوها مع صحابكم الله يعاونكم وما تنساوش خليكم في الدار الله يعاون السلام عليكم معكم جزء جديد من لا سيري دو سبيكتروسكوبي انفراروج اليوم غادي نهضروا على لو دوغري د ساتوراسيون ديال لو نومبر د ساتوراسيون مهم بزاف نعرفوا هاد لو تيرم ملي كيكون عندنا واحد لو سبيكتر انفراروج اناليزي وكتكون عندنا فقط الاسم ديال لو كومبوزي يعني فقط لا فورمول شيميك ما كتكونش عندنا لا فورمول ديفلوبي نبداو بدا شنو هو لو دوغري د ساتوراسيون عطيتكم هنايا واحد لا ديفينيسيون سامبل ديال هاد لو تيرم شنو هي لانساتوراسيون ديال واحد لا مولكول لانساتوراسيون كتعني الوجود ليكزيستونس ديال واحد لي ليزون مولتيبل هاد لي ليزون مولتيبل يعني كو سوا دي ليزون دوبل او لا دي ليزون تريبل لانساتوراسيون اوسي شنو هي هي الوجود ديال واحد لو سيكل او لا لانساتوراسيون كتكون هي ليكزيستونس او الوجود ديال دي ليزون دوبل تريبل مع ان سيكل ملي كيكونوا هاد لي زان ساتوراسيون يعني لي ليزون ملتيبل او لا لي سيكل كنسموهم دي زان ساتوراسيون ملي كيكونوا كاينين في لا في هذاك لو كومبوزي كنسميو سي ان كومبوزي شيميك ان ساتوري وبالنسبه لي كومبوزي اللي ما كيكونوش فيهم هاد لي زان ساتوراسيون كنسموهم دي كومبوزي شيميك ساتوري دابا السؤال كيفاش غادي نحسب انا ولا كيفاش غادي نعرف هاد لو دوغري دان ساتوراسيون سهله فقط عندنا هاد لا فورمول كي سامبل بلا ما ندخلو في لو ديتاي كيفاش لقينا هاد لا فورمول يعني فقط ممكن نستعملوها ديريكتومون نشوفو كل فاكتور في هاد لا فورمول اشنو كيعني سي هو لو نومبر ديال لي كربون في هذيك لا فورمول شيميك ديال لو كومبوزي افيك ان هو لو نومبر دازوت اش هو لو نومبر دي هيدروجين و X هو لو نوم دي زالوجين لي زالوجين كيف ما كنعرفو هما الفلور الكلور البروم اي اليود غادي نعطيكم دابا دي زيكزامبل كيفاش نحسبو لو دي اي عندنا هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة كاتر اكزامبل عطيتكم هنا لو نوم افيك لا فورمول ديفلوبي باش نفهمو مزيان الوغ نحسبو بوغ لو بروميي اكزامبل لو بنتان نحسبو لو دوغري دان ساتوراسيون عندنا 5 كربون pas d'azote,
12 هيدروجين وما عندناش لي زالوجين. الا حسبنا غادي يكون لو نومبر ولا لو دوغري دانساتوراسيون هو زيرو، صفر، بمعنى با دانساتوراسيون، ما عندناش دي ليزون مي تيبل وما عندناش ان سيكل. دوزو لو دوزيام اكزومبل، الا حسبنا غادي نلقاو لو دوغري دانساتوراسيون 1. الا شفنا في لا فورمول ديفلوبي شنو عندنا، عندنا اون دوبل ليزون، يعني لا بريزونس ديال واحد لو دوبل، la double liaison un composé qui est le degré d'insaturation qui est égal à 1. Le troisième exemple, le degré d'insaturation est 2. Yani, la présence d'une triple liaison qui est un degré d'insaturation juge. Le dernier exemple, c'est un composé cyclique. Le degré d'insaturation est 1. Bimena, mini tu connais un cycle, le degré d'insaturation tu connais 1. Mais ma tu connais l'insaturation, le degré d'insaturation qui compte 0. Mini que tu connais un, مثلا, double liaison 1, qui est le degré d'insaturation 1. Mini que tu connais un triple liaison 1, qui est le degré d'insaturation qui est 2. Mini que tu connais un cycle, un seul cycle, qui est le degré d'insaturation هو واحد. غندوزو لواحد القضيه اخرى اللي هي مهمه، اللي هو ليفي اديتيف ديال لو دوغري دان ساتوراسيون. بمعنى واش هاد الا كانوا عندنا مثلا بزاف ديال لي ليزون دوبل ولا بزاف ديال ليزون تريبل، واش هاد لو دوغري دان ساتوراسيون عنده ان ليفي اديتيف، واش نقدروا نزيدوا مثلا واحد زائد واحد، جوج زائد جوج. نشوفوا هاد لي زيكزامبل. لو بروميي اكزامبل عندنا فيه دو دوبل ليزون، كيف ما شفنا في لي زيكزامبل اللي قبل، فان لو دوغري دان ساتوراسيون بالنسبه ل دوبل ليزون وحده هو واحد. يعني الى تبعنا هذه القاعده فغادي نعرفوا بان لو دوغري دان ساتوراسيون بالنسبه لهذا لو كومبوزي جوج، ولكن اجي نحسبوا بلا فورمول اللي شفنا قبل باش نتاكدوا. بالفعل الى حسبنا لو دوغري دان ساتوراسيون من لا فورمول كيميك هنايا، غادي نلقاو غادي نلقاو جوج، بمعنى لو دوغري دان ساتوراسيون الاولى ديال لو دوبليزون الاولى كيساوي واحد، والثانيه كيساوي واحد، الى جمعناهم كيعطينا جوج. لو دوزيام كيف اشنو شفنا، شفنا هنا بان دو دوبليزون كيعطيونا ان دوغري دان ساتوراسيون دو، وان سول تريب اون سول تريبليزون كتعطينا ان دوغري دان ساتوراسيون كيساوي جوج. بمعنى الى حسبنا جوج زائد واحد زائد واحد كيعطينا ربعة. أجي نتأكدو منها بلا فورمول، باردون، تأكدنا بلا فورمول يعني عطاتنا ربعة. بالفعل دو 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 دوبل ليزون افيك اون سول تريبل ليزون عطاونا كاتر. بالنسبة هنا كيف ما شفنا قبل، ان سيكل كيعطينا دوغري دان ساتوراسيون كتساوي واحد، و دوبل ليزون كتعطينا دوغري دان ساتوراسيون كتساوي واحد. الى حسبنا ان سيكل اللي هو كيعطينا واحد زائد ثلاثة ديال لي دوبل ليزون بمعنى 4. اجي نشوفوا الحساب. بالفعل يعني الى طبقنا لا فورمي عطاتنا 4، علاش؟ لحقاش عندنا 3 دوبل ليزون في ان سول سيكل. هاد لو تيرم ديال دوغري دان ساتوراسيون مهم بزاف نعرفو كيفاش نحسبوه باش يسهل علينا لاناليز ديال سبيكتر انفراروج. في لو فيديو بروش في لا فيديو بروشين غادي نشوفو نشوفوها كاملين، كامله دي زيكزامبل اولا دي زيكزيرسيس اللي كتجمع كاع داكشي اللي شفنا من الفيديو لا فيديو الاولى ديال سبيكتروسكوبي انفراروج حتى لهاد لا فيديو. يلا نشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. نعاونكم. السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نعطيكم كلكو زيكزيرسيس باش ندربو على لي بارتي اللي شفنا قبل ديال لو كور دو لا سبيكتروسكوبي انفراروج. قبل ما نبداو لي زيكزيرسيس كنصحكم بان هاد لو سبيكتر اللي عطيتكم هنايا واللي خدمنا به في بزاف ديال لي بارتي ديال هاد لا سيري، انكم سوا تامبريميو اولا تحطوه وحدكم باش تقدروا تسهلوا عليكم لاناليز ديال لي سبيكتر. نبداو بلو بروميي اكزومبل، عطيتكم بهذا الشكل هذا، يعني عطيتكم ان سبيكتر انفراروج افيك لا فورمول كيميك، وهنايا عطيتكم كلكو شوا، من هاد لي شوا غادي نختارو لو شوا لي صحيح. غنبداو بلا بروميير ايتاب باش ناناليزيو لو سبيكتر. كيف ما كنقول لكم دائما، لا بروميير ايتاب هي انكم تقسموا لو سبيكتر على دو زون. هاد لا زون هنايا قبل من او لا صغر من 1500 هي لا زون دومبرينت، وهاد لا زون دومبرينت هي صعيبه باش تانتربريتا، يعني ما كتعطيناش معلومات كثيره.
La zone اللي اكبر من 1500 سنتيمتر موان زان هي لا زون دو دياغنوستيك، وهي اللي كتعطينا اغلب المعلومات على لي كومبوزي ديالنا، وهي اللي غنستعملوها وغادي انتربريتيوها بزاف. كاينه المرحله الثانيه واللي شفناها في الفيديو اللي قبل من هذا، وهو لو دوغري دانساتوراسيون. الا حسبنا لو دوغري دانساتوراسيون غادي يسهل علينا بزاف باش نعرفوا لا ناتور ديال الكومبوزي اللي عندنا. من حسبنا لو دوغري دانساتوراسيون بلا فورمول اللي شفنا قبل، لقيتها هي واحد. واحد شنو كيعني؟ كيعني يعني عندنا دي زان ساتوراسيون، سواء عندنا دي ليزون ملتيبل او عندنا ان سيكل. بالنسبه لي ليزون ملتيبل بطبيعه الحال كيف ما شفنا قبل، لا ليزون دوبل كتكون عندها واحد، ولا ليزون تريبل كتكون عندها جوج. يعني بالضروره هنايا يعني عندنا سواء ليزون دوبل سواء عندنا ان سيكل، وهذا الشيء غيسهل علينا اننا نيليمينيو هاد لو شوا هذا. ندوزو دابا pour interpréter هاد la bande. هادي c'est une bande large جات ما بين 3500 و 2900 سنتيمتر موانز. شفنا قبل بأن هاد la zone كتهم les liaisons أو لا le groupe fonctionnel OH. يعني هنا غنقدروا نإليمينيو هاد le composé B. عندنا après هاد le pic. هاد le pic جانا بالضبط في 1700 سنتيمتر موانزا. هضرنا قبل في 1700 سنتيمتر موانزا كيكون دائما عندنا لو غروبمون فونكسيونيل كربونيل، يعني سي سي او سي دوبليزون او. ولكن في هذه الحاله هاد لو بيك ما كيمثلش لو غروب سي او. علاش؟ لحقاش دائما لو غروب سي او تيكون عنده او لا كيتمثل بواحد لو بيك تري انتونس. هاد لو بيك اللي تري فابل يعني غالبا ماشي سي او، وبالتالي غادي انيليمينيو هاد لي دو كومبوزي. اشنو غادي يبقى عندنا؟ غادي يبقى عندنا لو كومبوزي او. غنشوفو هاد لا بوند دابسوربسيون اللي كتمثل les vibrations d'élongation des CH ou le carbone hybridé SP3. Le carbone hybridé SP3 يعني كيتماشى مع هاد الحاله ديال E. نلخصوا دابا المعلومات اللي جمعنا من هاد لو سبيكتر. اولا عندنا اون باند لارج فير 3300، يعني لو سنتر ديالها 3300، يعني عندنا لو جروب او اش، زائد ان هذاك لو بيك اللي هنا اللي ممكن انه هو يعطينا فكره غلطه، فهو سي ان بيك تري فيبل، يعني بالضروره ماشي ما كيمثلش سي او. يعني لو كومبوزي اللي صحيح هو لو كومبوزي او. ندوزو لو دوزيام اكزامبل. لو دوزيام اكزامبل دائما غادي نتريتيو بنفس الطريقه، غادي نقسمو لو سبيكتر وغادي نحسبو لو دوغري دان ساتوراسيون اللي لقيناه هو واحد. دوغري دان ساتوراسيون واحد يعني كيعني ان عندنا سوا دوبليزون او لا سوا ان سيكل. غادي نيليمينيو بالضروره هاد لي دو كومبوزي. هاد لو كومبوزي باسكو لي ساتوري، يعني ما فيش لي زان ساتوراسيون، وهاد لو كومبوزي فيه ان سيكل زائد دوبليزون، يعني هذا لو دوغري دان ساتوراسيون ديالو كيساوي جوج ماشي واحد. غيبقاو لينا هاد لي شوا، غنكملو لاناليز. عندنا اون ابسونس دو بون دو لارج دو بوند لارج فير 3300. هادشي شنو كاين؟ يعني ما عندناش هنا اون بوند لارج كي هي كاركتيريستيك ديال او اش، يعني ما عندناش لو غروب فونكسيونيل او اش، وبالتالي اون فا اليميني هاد لي دو كومبوزي. زائد عندنا لا بوند كاركتيريستيك ديال لي فيبراسيون دي لونغاسيون سي اس بي 3 اش، يعني عندنا واحد لا شين اليفاتيك ديال لا شين اليفاتيك ديال هاد ديال لي ليزون سي اش، واللي كتخل زائد واحد المعلومه اخرى اللي غتاكد لينا هاد لو كومبوزي اللي بقى عندنا هنا. لو كومبوزي دي هو هاد لو بيك كي تري انتونس، واللي جانا في 1700 سنتيمتر موازال، العكس ديال ليكزامبل اللي قبل كيف ما شفتو سي ان بيك تري فيبل. هذا هو لو بيك اللي كنهضر لكم عليه، هذا سي ان بيك تري انتونس واللي كيمثل لو جروب كربونيل سي او. هنا عندنا هاد لا شين كي اليفاتيك هنايا اللي فيها سي اش، وبالضبط لو كربون ايبريدي اس بي 3، زائد عندنا لو جروب كربونيل سي او. اذا هذا هو لو كومبوزي اللي صحيح. دوزو لو تخوازيام اكزامبل. قسمنا كيف ديما لو سبيكتر،
ونحسبوا لو دوغري د ساتوراسيون اللي لقيناه صفر، بما ان عندنا صفر يعني ما عندناش لي زان ساتوراسيون، ما عندناش لي سيكل، وما عندناش لي ليزون ملتيبل، يعني اون فا اليميني هاد لي دو كومبوزي، هذا فيه ان سيكل وهذا فيه اون ليزون ملتيبل هي دوبل ليزون. عندنا اون ابسونس دو بوند لارج فير 3300، يعني ما كايناش هاد لا بوند هنا لارج كي كاركتيريستيك دو جروب فونكسيونيل او اش، وبالتالي غادي نإليمينيو هاد لي دو كومبوزي لحقاش فيهم او اش، وهنا ما عندناش لا بوند او اش. عندنا لا بوند كاركتيريستيك ديال ديال الفيبراسيون دي لونغاسيون سي اش، واللي بالضبط عندنا هنايا، ولكن نزيدو نتاكدو، ممكن اننا نتاكدو من من هاد لو جروب سي او. لو جروب سي او الا رجعتو قبل في هذاك لو سبيكتر اللي قلت لكم خلي وحداكم، غادي نلقاوه بالضبط في 1100 سنتيمتر موانز، يعني واخا هاد لا ريجيون كتكون دائما صعيب اننا ناناليزيوها، ولكن بعض المرات كيكونوا دي بيك باينين، يعني دي بيك كاركتيريستيك لواحد الجروب سيكون ديجا يعني واضح وباين، الا تمرنا على بزاف ديال التمارين غنولوا نعرفوهم. يعني هاد لي ريزومي هنايا غادي خليونا اننا نختاروا لو كومبوزي سي. دوزو ليكزامبل 4، قسمنا بطبيعه الحال لو سبيكتر ونحسبوا لو دوغري دان ساتوراسيون اللي لقيناه واحد، لقينا واحد يعني سواء عندنا دوبليزون او لا سيكل كيف ما قلت لكم. اذا غادي نيليمينيو لو كومبوزي سي، علاش؟ لحقاش عندنا سيكل زائد دوبليزون، يعني هذا لو دوغري دان ساتوراسيون ديالو جوج. هنا عندنا اون بوند لارج فوار تري لارج ما بين 3500 حتى 2500، واللي كتمثل لو جروب فونكسيونيل او اش، يعني اون فا اليميني هاد لو كومبوزي اللي ما فيهش لو جروب فونكسيونيل او اش. زائد عندنا اون بوند تري انتونس اللي شفناها حتى في لي زيكزامبل اللي قبل، اللي هي فيغ 1700 سنتيمتر موانز، واللي كتمثل لو جروب كربونيل سي او. يعني اش بقى لينا لو كومبوزي بي و لو كومبوزي دي، بجوجهم عندهم لو جروب كربونيل سي او، وبجوجهم عندهم لو جروب فونكسيونيل او اش. يعني كيفاش غادي نفرقوا ما بين هاد جوج؟ غادي نقول لكم ركزوا شويه في لي كومبوزي، اشنا هو الفرق ما بين هاد لي كومبوزي؟ الفرق هو ان هذا سي تان الكول لو جروب فونكسيونيل او اش، وهنا سي تان لاسيد كاربوكسيليك، يعني هنا لو جروب مون فونكسيونيل ولا لو جروب فونكسيونيل هو سي او او اش، يعني سي تان جروب فونكسيونيل. هذه واحد لاستوس اللي خلوها عندكم دائما. بالنسبه لي زالكول ما كتكونش عندهم هاد ما كتكونش عندهم هاد لا بوند اللي فايته او لا واصله حتى 2500، غالبا ما كتوصلش هاد لا لارجور ديال لي بيك. لا لارجور ديال لي بيك او لهاد لا لارجور ديال لي بيك هي ديال هاد لو بيك ديال او اش بالضبط، هي كاركتيريستيك لو جروبمون كاربوكسيليك، يعني سي او او اش. يعني هنا باردون، هنا غادي نحيدو هذا لحقاش ما عندناش سي او، سمحوا لي هنا ما عندناش لو جروب كربونيل باردون، ما عندناش لو جروب كربونيل. وكيف ما شرحت لكم الفرق ما بين هذا ستان الكول وهذا ستان لاسيد كربوكسيل، يعني غادي نضربوا على هذا وغادي نختاروا بان هذا هو لو كومبوزي اللي صحيح. مهم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا شويه في هاد لا سيري ديال سبيكتروسكوبي انفراروج اللي درت لكم طوال هاد المده هذه. غادي نديروا دي كور جداد ان شاء الله على لي موديل اللي هما صعاب شويه في الشيمي. كنتمنى انكم تتبعوا القناه وتبارطاجيو مع صحابكم. يلا الله يعاونكم.